ما هي البيروقراطية؟ هي طريقة للتنظيم الإداري لمجموعة من الناس يعملون معا، حيث تعتمد المنظمات بقطاعيها العام والخاص بما في ذلك الجامعات والحكومات على البيروقراطية في عملها. والمعنى الحرفي لمصلح بيروقراطية هو حكم المكاتب أو المكاتب، وهو تعريف يسلط الضوء على الطابع غير الشخصي في كثير من الأحيان. وعلى الرغم من أن البيروقراطيات قد تبدو أحيانا غير فعالة أو مسرفة، فإن إنشاء البيروقراطية يساعد على ضمان أن يعمل الآلاف من الناس معا بطرق متوافقة من خلال تحديد أدوار الجميع ضمن التسلسل الهرمي. نشأ مصطلح البيروقراطية مؤخرا، وهو يشير في الأصل إلى قطعة قماش تغطي مكاتب موظفي الحكومة الفرنسية في القرن الثامن عشر. والمصطلح بيرو في اللغة الإنجليزية هي بداية الكلمة، وهو للدلالة على حكم الحكومة، وظهر هذا خلال النضال ضد الحكم المستبد الذي ظهر قبل الثورة الفرنسية. وخلال القرن التاسع عشر انتشر الاستخدام التحقيري لهذا المصطلح في العديد من الدول الأوروبية، حيث استخدمه الليبراليون بالتحديد للاستهتار والانتقاد الإجراءات الملتوية والأسلوب المستبد لمسؤولي الحكومة الاستبداديين. تتمتع البيروقراطية بعدة خصائص، منها تسلسل هرمي واضح. تتمتع البيروقراطية بسلسلة قيادة قوية، حيث يكون لكل عامل مكانه الخاص في السلسلة، ويتم الإشراف والرقابة على عمل الجميع من قبل شخص ما في المستوى الأعلى ذو صلاحية أو سلطة، حيث تبدأ السلطة من أعلى التسلسل الهرمي، ومن ثم تبدأ بالتناقص عند اقترابها من قاع السلسلة. من خصائص البيروقراطية أيضا التخصص، فكل شخص في البيروقراطية لديه وظيفته المحددة للقيام بها، وغالبا ما يصبح خبيرا فيها. من خصائصها أيضا تقسيم العمل، حيث يتم تقسيم كل مهمة في البيروقراطية إلى أجزاء، ويعمل أشخاص مختلفون على أجزاء مختلفة من المهمة معا لتنفيذها بشكل كامل. من خصائص البيروقراطية أيضا مجموعة من القواعد الرسمية، تسمى إجراءات العمل المعيارية، وهي واضحة، وهي عبارة عن تعليمات مكتوبة لكل وظيفة متخصصة في كل مستوى من مستويات التسلسل الهرمي، ويمكن للعمال الذين يتبعونها التأكد من أنهم على نفس الوتيرة مثل زملائهم، وهكذا سوف يؤدون عملهم بشكل صحيح.